هو مش متحف اثار فقط، هو بره هو مركز ثقافي ضخم جدا، في مسرح دورين يا ريت انكم تصوروه بعد كده، في سينما 330 كرسي 3D، في مول تجاري 42 محل، في قاعه اجتماعات بكبائن ترجمه فوريه، في قاعه محاضرات اكتر من 180 كرسي، في كافيتريات ومطاعم على بحيره عين الصيره، في مركز تربيه متحفيه للاطفال بفصول يعلمهم حضاره وتاريخ بلدهم، في اكبر مخازن اثار في جمهوريه مصر العربيه، في معامل ترميم ان شاء الله تكون الاكبر والاحدث في مصر، في مطبعه بمستوى عالمي. كل اللي بكلم حضراتكم عليه ده من 2000 نهايه 2010 شبه متوقف، واخر سنتين الحمد لله بدا يتحرك. كان في حاجات كتير وعالقه اتحركت كلها، كل المشاكل الاداريه تقريبا حليناها تقريبا، والدليل ان القاعه دي كان مكان مهجور من حوالي 3 شهور. احنا النهارده حضرتك شايفين الحمد لله يعني تقريبا الديزاين بتاعها خلص، طبعا الفاترين وصلت زي ما حضرتك شايفين، القطع تم اختيارها، بيشتغلوا دلوقتي على الكتالوج، بيشتغلوا على البطاقات. اتمنى ان شاء الله تكون هي بدايه اعاده الحياه لهذا المشروع الضخم اللي الدوله خدت خطوه رائعه من شهر لما دوله رئيس مجلس الوزراء انشا قرار باعتباره هيئه عامه. هو المتحف المصري الكبير، ليه الاثرين، ليه المتحفين دول بالذات؟ لانهم لهم طابع اقتصادي، هم مش مجرد متحف فقط، هم بيتبعوا يعني عايزين نمشي على نمط مكتبه الاسكندريه، لانه مش مجرد متحف اثار فقط، هو متحف في معامل، في وحدات بحثيه، في سينما، في مسرح، في محلات، في كافيتريات، فلازم تدار بطريقه اكثر حريه وفقا للقانون وكل حاجه. بس ده الهدف ليه متحف الحضاره ومتحف الكبير، الدوله قررت ان هم يكونوا هيئات عامه، نموذج مكتبه الاسكندريه عشان ليهم طابع اقتصادي ثقافي، مش مجرد متحف لعرض الاثار فقط.